مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. موجودين النهارده مع حضراتكم من انجاز كبير جدا وانجاز عظيم جدا من داخل الهيئه العربيه للتصنيع، وتحديدا من داخل الشركه العربيه البريطانيه للصناعات الدنماركيه. والحقيقه الهيئه العربيه للتصنيع والشركه العربيه بتنتج الكثير من الأمور، سواء كانت من الأجهزة الطبية أو أيضا من وصلات الغاز أو من نظم الاحتراق أو من المعايير. حقيقة أجهزة كبيرة جدا وإنجازات كبيرة جدا. هبتدي مع حضراتكم بالصورة اللي موجودة في الخلف، وهي الحجرة اللي حضراتكم شايفينها واللي تم تصميمها أثناء جائحة كورونا، الغرفة الخاصة بالعزل. وبعد كده كمان بنتكلم عن الحضانات، حضانات الأطفال، والهيئة العربية للتصنيع ليها تاريخ كبير فيه من 2008 في إنتاج حضانات الأطفال، وصولا إلى الإنجاز الأكبر والأهم، جهاز التنفس الصناعي المصري بنسبة 100%. الهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية البريطانية التابعة للهيئة بتقوم بإنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري 100%. مش كده بس، لكن كمان الهيئة العربية للتصنيع الحقيقة ومن خلال الشركة العربية بنشوف نظم الاحتراق، سواء نظم الاحتراق الخدمية أو نظم الاحتراق الصناعية اللي بتتميز بيها، وهي الأولى في مصر في نظم الاحتراق الصناعية. كمان بنتكلم عن وصلات الغاز الانتقالية. يعني ايه وصلات الغاز الانتقالية؟ الهيئة العربية للتصنيع موجودة في كل بيت مصري من خلال هذه الوصلات، لأنها هي الشركة الوطنية الوحيدة في مصر اللي بتقوم بإنتاج وصلات الغاز. أي بيت بيخش له وصلة غاز داخل البيت، اللي بيقوم بإنتاج وتصنيع هذه الوصلة هي الهيئة العربية للتصنيع من خلال الشركة العربية البريطانية. وطبعا كل العمليات التصنيع داخل الشركة بيكون ليها معايير وبيكون ليها شهادات اعتماد كمان. يعني الحقيقة اللي حضراتكم هتشوفوه النهاردة هيبهر حضراتكم، بداية من جهاز التنفس الصناعي ومرورا بنظم الاحتراق. استوديو الشارع هفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. خليني انقل لحضراتكم الصوره من الدقيقه الاولى لوجودنا داخل وحده انتاج جهاز التنفس الصناعي، كاننا في عنايه مركزه. كان غير مسموح دخولنا من غير ارتداء البالتو والاوفر شوز يعني اللي حضراتكم شايفينه ده، غير مسموح بتواجد اي شخص هنا داخل وحده الانتاج من غير ارتداء هذه الملابس الخاصة، لأن احنا موجودين في كلين اريا، فغير مسموح الدخول غير بهذا الزي اللي الحقيقة بشكر عليه الهيئة العربية للتصنيع، لأنه بقول لحضراتكم كأننا في عناية مركزة بالظبط، الحركة هنا بحساب. خليني أرحب بضيفي سيادة اللواء محمد هليل، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الدنماركية. مشرفنا ومنورنا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، لكن حضرتك تحس ان انت موجود في غرفة عناية مركزة. احنا موجودين في وحدة انتاج جهاز التنفس الصناعي الاول في مصر، مصري 100%. عايز اسأل حضرتك عن الاجراءات الاحترازية واللي احنا شايفينه داخل هذه الوحدة. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة دي فرصة كويسة جدا نوضح للسادة المشاهدين يعني ايه منتج يحقق المعايير القياسية الطبية العالمية. أي منتج طبي
بيبدأ بفكرة بحثية. والحقيقة كان في مجموعة من الشباب في شركة بايو بيزنس مجتهدين عملوا موديل نموذج بحثي أولي، والهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعي للدولة ومشارك رئيسي في خطط التنمية الشاملة للدولة وداعم رئيسي لكل فكر وكل بحث في الجامعات المصرية والمراكز البحثية تبنت الموضوع ده تماما. وكانت المهمة الأولى إسقاط هذا النموذج البحثي على قالب صناعي قابل للتنفيذ ونطلع منه في الآخر بمنتج نهائي. البداية كانت إصدار حزمة كبيرة جدا من البرامج التكنولوجية والوثائق والرسومات الهندسية ووثائق الجودة طبقا للمرجعيات العالمية، ودي القاعدة الأولانية، ثم تحديد أنسب وأدق أسلوب للتصنيع وأنسب رو ماتيريالز المستخدمة وانتقاء مجموعة من المكونات من الشركات العالمية المتخصصة اللي بتنتج كميا مجموعة من المكونات. ده يهمني ان انا اوضح للسادة المشاهدين ان ده طبيعي جدا جدا في الصناعة، لان في الانتاج الكمي الاقتصادي، في خبرات متراكمة عند بعض الكيانات الصناعية العالمية في انتاج مجموعة من المكونات الصغيرة. مش منطقي ولا عقلاني ولا علمي طبقا للمعايير القياسية العالمية والكيانات المماثلة ان انا يكون عندي خط انتاج لكل مكون. المكونات بتوصل لغاية 1000 و2000 مكون في الجهاز، لكن انتقاء واختيار ادق المكونات اللي تحقق وتتماشى مع الR&D، تتماشى مع الرؤية التصنيعية، ده في حد ذاته جزء من الصناعة. ثم بعد تصنيع مجموعة كبيرة جدا من المكونات والانتقاء نبدأ نجمع الجهاز ونحمل عليه برامج التشغيل ونعمل له انتجريشن وموائمة ومعايرة ونطلعه في الآخر على شكل جهاز قابل للاستخدام. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة الحقيقة هي تنفيذ مجموعة كبيرة جدا جدا من الاختبارات المعملية والبيئية والاعتمادية والمعايرة عشان نتحقق ونضمن ونتأكد ان هذا الجهاز يتوافق تماما مع المعايير القياسية الطبية العالمية، اللي من ضمنها الملحوظة اللي سيادتك اشرت ليها ان المكان ده كلين اريا، ليه معايير في انتقاء المكان الهيوميديتي والتمبريتشر والاير فرو واللايت، يعني حتى نسبة الضوء اللي موجودة تتناسب مع المهمة. وبعد تنفيذ مجموعة الاختبارات دي اللي نطمن بها ان الجهاز قابل للاستخدام الآمن المستقر، نبدأ بقى المرحلة الثانية وهي مشاركة مؤسسات الدولة معانا. والحقيقة يا فندم الجهاز ده نموذج ناجح للتكامل ما بين أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الصحة، تكامل ممتاز لكل الكائنات دي عشان في الآخر زي ما قلت لحضرتك يبقى في جهاز. ده يخليني أسأل حضرتك توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبد المنعم الطراس، هو مش بس إن إحنا ننتج لكن نمتلك النهى أو حق المعرفة، وده بيتمثل جلياً في جهاز التنفس الصناعي. حضرتك أشرت لشيء مهم جداً وهو إنه مفيش حد بيصنع كل حاجة، مفيش مصنع في العالم هو بيصنع كل المكونات، وده طبيعي جداً، لكن امتلاك النهى أو حق المعرفة هو أهم حاجة في هذا الجهاز، الجهاز التنفس الصناعي الأول في مصر 100%. تمام يا فندم. لما نقول الخطوة الأولى للنهى هي الأفكار البحثية العلمية، وده الدور الرئيسي والأدبي للهيئة العربية للتصنيع وتوجيهات السيد الفريق عبد المنعم الطراس المنبثقة من توجيهات السيد الرئيس. إتاحة الفرصة كاملة لكل فكرة بحثية عند طالب أو باحث أو مهندس سواء في الكيانات الصناعية أو حتى بالمشروعات الصغيرة الخاصة، إزاي ناخد هذه الفكرة ونشارك هذا الباحث في تقييمها علميا. هل الفكرة البحثية دي مفيدة للمجتمع؟ هل لها مردود اقتصادي؟ هل قابلة للتصنيع؟ فده جزء من النو هاو. ثم إسقاط هذه الفكرة البحثية داخل القالب الصناعي، ده جزء من النو هاو. إزاي تطلع الفكرة البحثية الأولية دي إلى منتج؟ ده دور مهم جدا جدا للصناعة، بتسقط في جميع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة واستخداماتها. سيادة لواء، هاخد من كلام سيادتك واسأل حضرتك توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبد المنعم الطراس، مش بس ان احنا ننتج اول جهاز تنفس صناعي لكن امتلاك
النو هاو او حق المعرفه، وده بنشوفه الحقيقه بشكل كبير جدا في هذا المنتج او في جهاز التنفس الصناعي المصري 100% اللي بيتم انتاجه داخل الهيئه العربيه للتصنيع. تمام يا فندم. هي الحقيقه تكامل مؤسسات الدوله كلها، اكاديميه البحث العلمي ووزاره التعليم العالي والمراكز البحثيه والكيانات الصناعيه زي العربيه للتصنيع، بتتبنى تماما ان يكون عندنا في مصر النو هاو، بيبدا من تبني كل الافكار البحثيه اللي بتيجي من المراكز البحثيه او من الجامعات او من المهندسين والفنيين اللي شغالين حتى في القطاع الخاص والمشروعات الصغيره، ونبدا نسقط هذه الفكره البحثيه الاوليه داخل قالب صناعي، نعمل لها بقى سوات اناليسيس ونعمل لها فيزيبيليتي ستادي، ونبدا ندرس هل هذا النموذج البحثي قابل للتطبيق والتصنيع، هل مفيد للمجتمع، هل ليه كوست افكتيفنس، مردود اقتصادي كويس، ثم نبدا نصدر مجموعه من الحزم التكنولوجيه لاسقاط هذا النموذج البحثي داخل قالب صناعي. ده جزء من النو هاو، انتقاء واختيار وتحديد انسب مكونات تنقل هذا النموذج البحثي الى الواقع التنجبل الملموس. دي نقطه مهمه جدا. ده برضو ايه؟ نو هاو. تحدد اسلوب التصنيع، تفصل كاستومايز لكيس باي كيس المنتج ده محتاج لايه عشان خاطر يكون امن الاستخدام، لاستخدام طويل الامد، يحقق متطلبات المجتمع. فالدراسه دي وهذا الاسقاط جزء من النو هاو، والحمد لله في تكامل تام مع الجهات اللي قلت لسيادتك عليها لانجاح مثل هذه الافكار. سيادة اللواء هلايل، لازم نتكلم كمان واحنا موجودين في هذه الاريا او في هذه الوحدة الانتاج الاكثر من رائعة عن حضانات الاطفال. والحقيقة تاريخ الهيئة العربية للتصنيع في انتاج حضانات الاطفال وتحديدا الشركة من 2008 تجربة رائدة، بيحصل تطوير بشكل كبير في حضانات الاطفال. بالضبط يا فندم. احد متطلبات الصناعة الحديثة هي قابلية التصميم البنائي لأي منظومة للتحديث والتطوير المستقبلي. ده جزء مهم جدا، لأن التكنولوجي بتقفز كل سنتين ثلاثة، وبالتالي المنتج اللي زي الحضانة بتاعتنا دي لابد أنه لأنه حاصل على السي اي مارك، وده موضوع مهم جدا برضه يا فندم. اعتماد أي منتج طبي ده عملية معقدة جدا، ومن فضل الله مصر فيها من الكوادر العلمية في جهات الاعتماد، إذا كانت جامعة القاهرة ولا هيئة الدواء ولا خلافه، اللي قادرة على التقييم العلمي الدقيق للمعايير القياسية المستخدمة. وبالتالي الشباب مهندسي الهيئة العربية للتصنيع شغال على التوازي حاليا في مشروعين مستقبليين، وهم إسقاطات الثورة الصناعية الرابعة، الارتفيشال انتليجنت والكلاود كومبيوتينج والانترنت اوف ثينجز وخلافه، على تطوير الحضانة عشان تتواكب مع التطور التكنولوجي بإضافة كابابيليتيز أحسن، دقة أكثر، إمكانية المراقبة والتشغيل عن بعد للحضانة ولجهاز التنفس الصناعي. يبقى حالياً البداية الطيبة بتاعت شركة بايو بيزنس إنها بدأت الخطوة الأولى للفكرة الأولية البحثية، ثم الهيئة حالياً بشباب مهندسينها شغالة في الإسقاطات الجديدة دي عشان يبقى الأجهزة دي كل سنة عن اللي بعديها قابلة للتطوير وتضيف إمكانيات جديدة يا فندم. حضرتك ذكرت الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وده شيء مهم جدا أن يكون موجود داخل الصناعة في مصر، استغلال ده في الحضانات الأطفال، ويمكن هو منتج مهم جدا ومنتج مرتبط بروح طفل. فأكيد إنترنت الأشياء مهم جدا والذكاء الاصطناعي، لكن عايز أسأل حضرتك عن التطوير زي ما حضرتك بتقول من شباب ومهندسين الهيئة العربية للتصنيع. أكيد اختلف شكل الحضانة من 2008 لغاية دلوقتي. بالضبط يا فندم. يعني البعد السيكولوجي، البعد النفسي عند الأم وعند أسرته، وحتى وارد يكون كبيولوجي عند الطفل نفسه، إن الحضانة دي تكون جاذبة للانتباه، يكون شكلها الخارجي بالإضافة لمقومات السلامة والصحة المهنية والأمان والاعتمادية اللي هي التركيز الرئيسي عليها، لكن بقى جزء من تكامل الصناعة الاستعانة بالفنون التطبيقية ومهندسينها، وده جزء برضو احنا بادئين بيه كويس جدا، ازاي نسخة الرؤية الجمالية والفينيشنج الجميل اللي يجذب المستخدم البسيط ويحقق له التفاعل السيكولوجي المباشر مع
الحضانه ومع جهاز التنفس الصناعي. ده برضو جزء مهم الحقيقه احنا شغالين فيه حاليا. سيادة اللواء هليل، عشان نبقى بنتكلم بالارقام ما يبقاش كلام بس، هل في شهادات اعتماد للهيئه العربيه للتصنيع وتحديدا الشركه في هذه المنتجات سواء الحضانات او التنفس الصناعي او الاسره اللي هنتكلم عليها الاسره الطبيه؟ انا بشكر حضرتك جدا على السؤال ده، لان السؤال ده هيوضح للساده المشاهدين الفرق بين ورشه وكيان صناعي قائم على العلم. الشركه الحقيقه عندنا هنا الاي بي دي من اقدم الشركات اللي في مصر الحاصله على الايزو 9001 بالسيريز بتاعتها بالكامل الخاصه باداره الجوده، ال 45001 2018 الخاصه بالسلامه والصحه المهنيه، 14001 الخاصه بالبيئه، 17025 الخاصه بالمعايره واجهزه القياس. وبالتالي ما ينفعش منتج ينال شهادات الاعتماد من اي جهه في مصر ويبقى امن يليق بسمعه هذا الكيان الصناعي الا لما يكون قائم على الستاندرد. يبقى الستاندرد والنورماتيف اللي هي المعايير القياسيه طبقا للاستخدام وطبقا لنوع الصناعه مهم جدا جدا، ودي طبعا من الثوابت عندنا في كل شركات الهيئه العربيه للتصنيع. صحيح. الاسره الطبيه كمان لازم نتكلم عنها، هو منتج في غايه الاهميه للشركه، والحقيقه دايما الهيئه العربيه للتصنيع بتساهم بشكل كبير في تغطيه احتياجات السوق المصري في كل حاجه. بالظبط يا فندم، هو الحقيقه احنا بننتج من عشرات السنين الاسره الطبيه اللي بتتحرك مانيوالي او بتتحرك كهربيا خمس حركات او ثلاث حركات، وحاليا عندنا بحث شغالين فيه من ضمن برضه الاشاره للسؤال الهام اللي سيادتك سالته في اول الحركه، التكامل مع الباحثين. في مجموعه ممتازه جدا من شباب الباحثين شغالين مع الهيئه حاليا لان الحركه بتاعه الاسره الطبيه في غرف العمليات او غرف الرعايه المركزه تتم ببصمه الصوت او ببصمه العين، بحيث النهارده ان اي حد معاق او عنده مشكله او ما عندوش اسيستنت قريب منه يقدر يحرك السرير بتاعه باستخدام تقنيات الثوره الصناعيه الرابعه اللي كنا بنتكلم مع حضرتك عليها من شويه. هاخد حضرتك لبره هذا المكان الجميل، والحقيقه توجيهات دايما الفريق عبد المنعم الطراس رئيس هيئه العربيه للتصنيع دايما يبقى فيه الاهتمام بالبحث العلمي والابتكارات، عشان كده شفنا يمكن الهيئه متميزه في نظم الاحتراق سواء الخدميه او الصناعيه. شيء مهم جدا بتقوم به الهيئه العربيه للتصنيع والشركه العربيه البريطانيه هو نظم الاحتراق وتغيير المخابز من المازوت للغاز الطبيعي او تغيير مصانع الطوب. يمكن الهيئه والشركه رائده في هذا المجال، يا ريت سيادتك تكلمنا عن نظم الاحتراق داخل الهيئه العربيه للتصنيع. الحقيقه يا فندم دي انشطه صناعيه مهمه جدا جدا جدا، يمكن كتير من المشاهدين ما يعرفوهاش. صحيح. انما هي بتخدم على الصناعه المصريه في اتجاهين مهمين جدا. نظم الاحتراق يا فندم مصر موقعه على بروتوكول مونتريال للبيئه من حوالي 20 سنه، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستضيف كوب 27 قريب. صحيح. والتحول للجرين انفايرومنت بقى توجه للدوله بالكامل. احنا في خلال العشرين سنة اللي فاتت اهلنا 500 كيان صناعي مصري للعمل بالغاز الطبيعي، مسابك وافران صهر ومراجل بخارية وانظمة احتراق في كل التطبيقات الصناعية. يمكن منه مش منتج كمي ليه اسم معين تحت مسمى الهيئة، ولكن ده دور رئيسي في الهيئة، دعم المشاريع الاستراتيجية. فبالتالي دعم الصناعة المصرية من خلال أنظمة الاحتراق دي، ودي بتبقى فيها صعوبة لأنها بتبقى كاستومايزد سيستم أو أنظمة بتتفصل حالة بحالة، كل مصنع وكل مكان محتاج منظومة احتراق بيبدأ مهندسي وفني الهيئة يعملوا سيرفي ويحددوا الأسلوب الأمثل لنقلته النقلة النوعية دي وتفصيل منظومة كاملة ليه. بالإضافة إن احنا الحمد لله رب العالمين حولنا 2600 مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي في جميع محافظات وقرى ونجوع مصر، تفعيلا لمبادرة السيد الرئيس وتنفيذا لتعليمات السيد الفريق عبد المنعم الطراس كنقلة نوعية للمجتمع المصري. عايزين نوصل لزيرو كربون وزيرو نوكس. فبالتالي في سنة واحدة صنعنا واختبرنا وجمعنا ونقلنا وركبنا وشغلنا 2600 مخبز، وده مرحلة أولى. دي مبادرة السيد الرئيس في تحويل المخابز
من العمل بالمازوت للغاز الطبيعي. عمل بالغاز الطبيعي وده مهم جدا. احنا دي مرحله اولى، لكن احنا عندنا ان شاء الله تعالى بنبغي 6000 مخبز اخرين في خلال السنه ونص الجايين دول. 6000 بالظبط يا فندم، عشان خاطر تبقى كل مخابز مصر، ليس فقط البلديه ولكن الحلواني وخلافه، كل الصناعات الغذائيه وخلافه. وده الحقيقه نقله مهمه جدا توافقا مع كوب 27. الحقيقه في كمان لازم نقول مصانع الطوب، يمكن كان ليكوا دور اكثر من رائع في تحويل مصانع الطوب ايضا في اكثر من منطقه زي التبين كمان. بالظبط، كل القمائن بتاعت الطوب اللي كانت بتعمل بالمازوت زمان يا فندم هي حاليا بتعمل بالغاز الطبيعي، وخاصه ان مصر من فضل الله سبحانه وتعالى عندنا اكتشافات جديده، وعندنا حوض زهر بيدينا 2.7 مليار كيوبيك فيت قدم مكعب يوميا من الغاز. فالنقلة دي تحقق الايه التطور الصناعي للدولة. بالإضافة نقطة برضو حابب لساتك تكون واضحة، برضو لساتك فتحت نقطة مهمة جدا، الدور الصناعي الاستراتيجي لهربية التصنيع. صحيح. احنا عندنا فندم كيانات كتير في الدولة، البترول والكهرباء ومصانع مختلف أنواعها، بيبقى عندها العمر الفعال المفيد للمصنع نقول مثلا 15-20 سنة، وبعد كده بيبدأ المصنع في التقادم وتختفي قطع غياره في دولة المنشأ، وبالتالي المقدرة والإمكانية على التجديد المستمر يمكن ما يكونش ده متاح لأغلب الكيانات الصناعية. فمن ضمن المهام الهربية التصنيع هي استخدام كافة إمكانياتها العلمية والتقنية والتكنولوجية بالهندسة البديلة والهندسة العكسية، إن احنا نصنع قطع الغيار الحرجة التي توقفت في بلد المنشأ، عشان بدل ما العمر الفعال للمصنع يكون 20 سنة يبقى 40 سنة، وده أحد توجهات الصناعة المصرية. سيادة اللواء هلايل، عايز أسأل حضرتك عن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق وتوطين الصناعة في مصر وتعظيم شعار صنع في مصر. الهيئة العربية للتصنيع بتشتغل الحقيقة على هذا التوجه. لازم يكون آخر كلامي مع حضرتك عن دور الهيئة العربية للتصنيع في تعميق وتوطين الصناعة في مصر. تمام يا فندم. الحقيقه الهيئه توجهها استراتيجي، فبالتالي كل ما ينعكس على المجتمع المصري ايجابا من تكنولوجي او صناعه بتتبناه. والبدايه اللي عايز اطمن حضرتك والمشاهدين عليها هي القاعده العلميه. احنا بنأهل مهندسي الهيئه سواء الشباب المهندسين او حتى اللي في منتصف العمر بالتكنولوجيا الجديده، عشان نعمل له ابديتنج وتطوير لقدراته العلميه والفكريه، لان هم الاستثمار في الاصول غير الملموسه اللي هو الاستثمار البشري. فالبدايه الطيبه اللي موجه ليها الفريق عبد المنعم التراس، ازاي ننقل شبابنا وفنيينا ومهندسينا نقله نوعيه تواكبا مع تقنيات الثوره الصناعيه الرابعه، تماشيا مع توجهات السيد الرئيس ان الكيانات الصناعيه دي تكون مثمره مبتكره عندها حلول للدوله بتطبق تقنيات العلم الحديث. سيادة اللواء هلايل، بشكر حضرتك لسببين. السبب الأول هو أن حضرتك سمحت لنا نكون موجودين في هذا المكان الأكثر من رائع، والسبب الثاني هو أن احنا لما جينا لقينا حضرتك متواجد بين ولادك من المهندسين والفنيين، وما شفناش غير رئيس مجلس إدارة بيشتغل على الأرض، ويا رب نشوف كل مصانع مصر بهذا الشكل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد هلايل، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الدنماركية. شكرا يا فندم، فرصة سعيدة جدا. مشاهدينا الكرام، لسه موجودين مع حضراتكم من داخل الهيئة العربية للتصنيع، وتحديدا من الشركة العربية البريطانية للصناعات الدنماركية، وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر. اللي هنتكلم فيه إن شاء الله في الفقرة اللي جاية هي حضانات الأطفال. حضانات الأطفال شيء مهم جدا هنتكلم فيه، وهنتكلم كمان في جهاز التنفس الصناعي. أنا عارف أن حضراتكم عايزين تسمعوا فيه كتير، لكن عايز أطمن الأمهات اللي ولادهم بيضطروا أنهم يكونوا موجودين في حضانات أطفال. خليكم مع حضراتكم، مستمرين مع حضراتكم. استوديو الشارع أفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. هنتكلم عن حضانات الاطفال. الهيئه العربيه للتصنيع
بتنتج بتقوم بإنتاج حضانات الأطفال منذ سنوات طويلة. من 2008 كانت بداية إنتاج الهيئة العربية للتصنيع لحضانات الأطفال، لكن خلينا نعرف إيه شكل حضانة الأطفال اللي بتنتجها الهيئة العربية للتصنيع. من المهندس وائل عبد الله مدير إدارة النظم الكهربائية، مشرفنا ومنورنا. دي حضانة الأطفال الخاصة بالهيئة العربية للتصنيع، ممكن أتعرف من حضرتك عن هذه الحضانة؟ نعرف الأول على مكونات الحضانة. بتكون الحضانة من جسم الحضانة وغرفة الطفل اللي المفروض الطفل بتحط بيتم وضعه فيها من خلال الباب ده سيادتك، وبيتم التعامل مع الطفل من خلال فتحات زي ما حضرتك شايف، ويوجد حامل للمحاليل أيضا. المنبرت أو الجزء الرئيسي في مكونات الحضانة هو وحدة التحكم. باشمهندس وائل، الطفل بيتحط هنا مش كده؟ الطفل بيتحط هنا يا فندم من خلال الباب ده. كويس. وبعد ما نحط الطفل المفروض الحضانة عشان نشغلها بنوصل الباور عادي. وحدة التحكم الرئيسية دي بتشتغل بنظامين، نظام إير ونظام سكن. كويس. بيتم ضبط درجة الحرارة عند درجة الحرارة المطلوبة اللي بيحددها الطبيب. وبعد كده بنشغل، نلاحظ ان الهيتر او السخان يبدا يشتغل، اللي بتسحب فريش اير من الخارج بيتم خلطه مع الهواء الساخن، تفضل الاير سيركيليشن او دوره الهواء دي مستمره لغايه ما توصل درجه الحراره لدرجه الحراره المطلوبه. ساعتها تبقى الحضانه جاهزه لاستقبال الطفل. تم تزويد الحضانه هنا حضرتك برضو بمجموعه وسائل امان لإنذار مرئي ومسموع في حاله عطل الحساسات. يعني لو حصل حاجه قطع تيار كهربائي، لو حصل قطع تيار كهربي الكنترول هنا مزود بباتري، بتدي باور فيلير الارم بصوت عالي، ساعتها المفروض مندوب الصيانه بيتدخل لاصلاح هذا الوضع. بالاضافه يعني لو النور قطع او الكهرباء او الفيشه او الكهرباء اتفصلت على الحضانه، حاله برضو حدوث اي عطل لاي مكون من مكونات الحضانه زي الحساسات او المروحه او الهيتر او السخان او ارتفاع او انخفاض درجه الحراره عن الدرجه المطلوبه، دي بتدي برضو الارم مرئي ومسموع. يعني الطفل وهو داخل الحضانه مؤمن، الحراره مش هتعلى فيحصل له حاجه. ده في امان اكبر كمان ان احنا زودنا الكنترول بخاصيه اسمها السيرمال كات اوت. في حاله درجه الحراره زادت عن 38 درجه بيحصل فصل كامل للهيتر، وساعتها برضو بيدي الارم مستمر غير منقطع لمرئي ومسموع لان في مشكله في درجه الحراره، بس ساعتها يكون الهيتر فصل او السخان فصل وما بيحصلش ارتفاع لدرجه الحراره. هل الحضانه ليها اي شهادات اعتماد؟ تم اعتماد الحضانه الاي بي دي 900 من بحصول بعلامه الجوده الاوروبيه سي اي مارك. ايضا تم ارسال حضانه كامله بكافه الوثائق او الحزمه الهندسيه الخاصه بالتصنيع لشركه سي جي اس في المانيا، وتم عليها جميع الاختبارات الخاصه بالنعامه، ما بتصدرش اي الكتروماجنتيك ويفز او بالاضافه لاختبارات الاداء والوظيفه، وتم اجتياز كل الاختبارات بنجاح وحصل على شهاده علامه الجوده الاوروبيه، بالاضافه ان الرسومات الهندسيه معتمده من كليه الهندسه جامعه القاهره. اخيرا الطفل امن بنسبه 100% داخل حضانه الهيئه العربيه للتصنيع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. باشمهندس وائل لسه موجودين مع حضراتكم، وهننتقل دلوقتي الى وحده انتاج جهاز التنفس الصناعي. هنتكلم اكتر عن جهاز التنفس الصناعي. استوديو الشارع هفضل شعره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، موجودين دلوقتي في إدارة التجميع الدقيق الخاصة بجهاز التنفس الصناعي الخاص بالهيئة العربية للتصنيع. عشان كده الحقيقة كان لازم نلبس الجلافز ونتعرف بشكل أكبر عن جهاز التنفس الصناعي من خلال لقائنا مع المهندس أحمد المجدي مدير إدارة التجميع الدقيق لجهاز التنفس الصناعي. أهلا بيك يا باشمهندس. باشمهندس أحمد، قول لنا بقى جهاز التنفس الصناعي الخاص بالهيئة العربية للتصنيع المصري 100% وبداية إنتاج هذا الجهاز. طبعا هو بداية إنتاج الجهاز ابتدت مع جائحة الكوفيد 19 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وشباب الباحثين ومستشفيات جامعة القاهرة. في وقت ما الدولة ابتدت تتوجه للاكتفاء الذاتي من أجهزة التنفس الصناعي، طبعا كان أول داعم للموضوع الهيئة العربية للتصنيع، وبالتالي ابتدينا التوجه في ان احنا نحتضن
البحث العلمي في قالب تصنيعي ان احنا كان صعب الاول يا باشمهندس. طبعا يا فندم، طبعا هو كان صعب جدا في الاول، ولكن هي دي ميزه الهيئه العربيه للتصنيع، ان هي فعلا بتقدر توظف مهندسيها في ان هي تبتدي بالار اند دي والبيج داتا اناليتكس، ان احنا نبتدي نحول البحث العلمي ونضعه في قالب تصنيعي. طب قول لي، ما يخوفش بقى يعني انتاج مصري وجهاز تنفس صناعي يعني هو الميزه طبعا في الهيئه العربيه التصنيع، طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان هي بتتميز بالاعتماديه العاليه جدا، وده طبعا النقطه اللي المواطن المصري دايما بيشعرها في انتاج الهيئه العربيه التصنيع. وبالفعل احنا وصلنا للمنتج بتاعنا اللي هو جهاز التنفس الصناعي الهاي فلو نازل كانولا، ان احنا نقدر نوصل بيه لضعف الفتره او فتره العمر بتاعتها لضعف البنش مارك او المنافس بتاعه اللي في السوق. وده طبعا ده كان التحدي اللي احنا كنا يعني بنستهدفه. التنفس الصناعي ده موجود في غرف العنايه المركزه في المستشفيات وفي البيوت، ولا ما بيشتغلش في البيت يعني، او في حاله في البيت؟ هو طبعا بشباب مهندسين الهيئه العربيه التصنيع وخبراء المهندسين في الهيئه العربيه التصنيع قدرنا نوصل بتصميم ووثائق فنيه للجهاز ده، بحيث ان احنا نوصل بيه لحجم اللي حضرتك شايفه ده، بحيث ان هو يقدر يستخدم في العنايه المركزه، غرف العنايه المركزه، وممكن يستخدم في سيارات الاسعاف وتحت اشراف طبي. انا باكد على الكلمه دي، تحت اشراف طبي في المنازل. وهو ده طبعا ده اللي احنا كنا مستهدفينه، وبالفعل الحمد لله احنا وصلنا له، ان احنا نقدر نوصل بالجهاز بالاعتماديه وبالتصميم اللي احنا قدرنا ندخل. التشغيل الجهاز صعب ولا سهل يا باشمهندس؟ لا، هو امور سيمبل، بس طبعا ما ينفعش نستخدمه في المنازل الون يعني، ولازم طبعا عن طريق الاشراف الطبي الكامل ان احنا نقدر نوصل بيه، ان احنا نبتدي نشتغل بيه في المنازل لازم يبقى تحت اشراف طبي. وانا باكد الكلمه ديت مرارا وتكرارا، لان بيجي لنا طلبات طبعا ان احنا في المنازل عايزين جهاز ده من باب الامان، ان هو يبقى عندنا في المنازل. هو طبعا ما فيش مشكله، بس لازم يبقى تحت اشراف طبي كامل. وطبعا الميزه طبعا ان الجهاز بتاعنا دوت بعد ما ابتدينا ناخد البحث العلمي ونحطه في قالب تصنيعي تحت اشراف كبار مهندسين الهيئه، ابتدينا ان احنا نصنع السب اسمبلز بتاعنا والمكونات الخاصه بالحضانه، وابتدينا بالفعل ان احنا نصدر لها الوثائق الفنيه والوثائق الهندسيه، وابتدينا ان احنا نصنع المكونات الصغيره اللي هي السب اسمبلز بتاعتنا. احنا شغالين على تطوير الجهاز يعني بعد سنتين ثلاثه، تعرف حضرتك كل يوم في جديد، فهل شغالين على ده؟ وده برضو كان تحدي لينا كشباب وككبار مهندسين في الهيئة العربية التصنيع، ان احنا الجهاز بتاعنا يبقى قابل للتطوير. طبعا حضرتك عارف ان يوم عن يوم بالذات في الأجهزة الطبية بيحصل تطور تكنولوجي مستمر، فالجهاز بتاعنا قابل ان هو يبقى يتعمل له ابجريد مستمر. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان العالم كله دلوقتي يعني ابسط ما يكون الموبايل اللي في ايد المواطن العادي طول الوقت بيحصل له ابديتنج، او بيحصل ان احنا بنبتدي نعمل له سوفت وير، تحديث للسوفت وير ما الى ذلك. احنا وظفنا الفكر والتوصيف والمواصفات العالميه في السوفت وير في الجهاز بتاعنا ده. مهندس احمد المجدي، مدير اداره التجميع الدقيق الخاص بجهاز التنفس الصناعي الهيئة العربية للتصنيع، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هننتقل مع حضراتكم لمكان آخر ونظم أخرى. خلاص احنا نقلنا الصورة من خلال جهاز التنفس الصناعي وحضانة الأطفال الشكل الطبي، هننقل حضراتكم لمكان آخر داخل الشركة العربية البريطانية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مكان آخر وهي نظم الاحتراق. قد إيه الهيئة العربية للتصنيع بتساهم في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحويل المخابز من العمل بالمازوت إلى العمل بالغاز الطبيعي؟ يلا بينا نروح هناك. الهيئة العربية للتصنيع الحقيقة قاطرة الصناعة في مصر. استوديو الشارع هفضل شعره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، الهيئة العربية للتصنيع بتساهم في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل المخابز من العمل بالمازوت إلى العمل بالغاز الطبيعي، وموجودين مع حضراتكم من مركز
الاختبار الخاص بنظم الاحتراق. في اتنين نظام للاحتراق الحقيقة، نظام خدمي ونظام صناعي. من خلال اللقاء الأول هنعرف ايه هو النظام الخدمي، الاحتراق الخدمي، وفي اللقاء الثاني سنتعرف على نظم الاحتراق الصناعية. خلينا نرحب بالمهندس محسن إبراهيم، مدير مشروع نظم الاحتراق الخدمية. أهلا بيك يا باشمهندس. يعني نتعرف عن دوركم في هذه المبادرة، المبادرة الرئاسية، وتحويل المخابز من العمل بالمازوت إلى العمل بالغاز الطبيعي. بيتم تحويل الولاعات من العمل بالمازوت والسولار إلى الغاز الطبيعي، نظرا لأن التلوث البيئي للمازوت والسولار على الكائنات الحية والبيئة أضرار ضارة بالنسبة لأول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، فبالتالي بدنا نتحول للغاز الطبيعي، بيبقى الحريق بتاعه حريق تام واقتصادي في التشغيل. بتشغله ازاي؟ بتحوله المكان ازاي يا فندم؟ بيتم عمل معاينات لجميع الافران، الخبز في افران نص آلي وفي افران آلي كامل وفي افران دوار، والطاقة جميع انواع المخابز بيتم عمل معاينات لجميع هذه الافران لتحديد القدرات الطاقة الحرارية اللازمة لكل فرن. أشكرك شكرا جزيلا المهندس محسن إبراهيم، بشكر حضرتك، ومستمرين مع حضراتكم من داخل مركز الاختبارات الخاص بنظم الاحتراق. تعرفنا عن نظم الاحتراق الخدمية، في اللقاء القادم سنتعرف على نظم الاحتراق الصناعية. استوديو الشارع شعاره دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، الهيئة العربية للتصنيع هي الأولى والوحيدة التي تعمل بنظام الاحتراق الصناعي، وزي ما قلت لحضراتكم في نظامين للاحتراق، النظام الخدمي والنظام الصناعي. هنتعرف عن النظام الحرق الصناعي من خلال لقائنا مع المهندس سيد علي، مدير إدارة المشروعات الخاصة. شرفنا ومنورنا باشمهندس سيد. أهلا وسهلا فندم. إيه بقى نظام الاحتراق الصناعي؟ والله هو نظام الاحتراق الصناعي هو الأنظمة اللي بتستخدم مع الأفران العملاقة أو الكبيرة أو المتنوعة الاستخدام في تطبيقات كتيرة زي أفران الصهر، أفران تخمير، أفران معالجة، أفران سيليكات، وفوق ده كله أفران الطوب. بغض النظر عن نوعها، في أفران نوعين منها، الأفران المفتوحة، ودي زي اللي تم تحويلها في منطقة عرب وساعد، إن تم تحويل ما يقرب من 300 مصنع تمام للعمل بالغاز الطبيعي. هي ابرز الحقيقه في الهيئه العربيه للتصنيع، والحمد لله احنا واخدين 300 مصنع، كانوا رقم كبير يا باشمهندس سيد. يا فندم، ودي كانت فرقت كتير، لان كان المشكله كلها كانت في الانبعاثات البيئيه الموجوده هناك. دي كانت منطقه كان نسبه الكربون فيها كانت عاليه جدا، والحمد لله بعد ما تم تحويل المنطقه بالكامل فاتغيرت تغير جذري من كل النواحي، في الناحيه الاقتصاديه والناحيه الماديه والناحيه البيئيه اللي فوق كل شيء. ان المصنع الواحد بيستخدم ما يقرب من 16 ولاعه تمام، وشغال طبعا ل 24 ساعه مستمريه. ليه بتتميزوا بان انتوا الوحيدين اللي بتشتغلوا في نظم الاحتراق الصناعي؟ يعني دي الحمد لله ميزه، احنا بقالنا ما يقرب من 25 سنه شغالين فيها، لنا باع طويل فيها وخبره بمساعده قطاعات كتيره موجوده في الشركه، التصميم والبحوث والانتاج تمام، قدرنا ان احنا نطور نفسنا نوصل لمستويات كويسه. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علي، شكرا جزيلا لحضراتكم. مشاهدينا الكرام، اخر لقاءاتنا هتكون عن الجوده، هنذهب مع حضراتكم للحديث عن الجوده داخل الشركه العربيه البريطانيه التابعه للهيئه العربيه للتصنيع. هنفضل دايما في استوديو الشارع شعارنا مصر تنطلق، وهنفضل دايما في استوديو الشارع نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، آخر لقاءاتنا من داخل الشركة العربية البريطانية التابعة للهيئة العربية للتصنيع هتكون عن الجودة، لأن اللي شفناه النهاردة داخل الشركة بيؤكد على أنه إدارة الجودة بالتأكيد شغالة بشكل جيد. والحقيقة احنا موجودين في مكان شايفين أجهزة رياضية وشايفين أجهزة فنية، يعني شايفين
شغل موجود. لكن هنتعرف من خلال لقائنا مع المهندسة مشاعل عبد الله مدير إدارة الجودة عن الجودة داخل الشركة العربية البريطانية التابعة لها العربية للتصنيع. مهندسة مشاعل، بالتأكيد ما سمحولناش أي حتة نخش غير وإحنا لابسين البلاطي والجلافزات، كلمينا عن الجودة داخل الشركة. تمام يا فندم. دي أقل متطلبات للجودة طبعا الدخول الأماكن ليها احتياطات وتعليمات خاصة بكل مكان. احنا هنا في الشركة بنطبق أحدث نظم إدارة الجودة اللي بتضمن أن المنتج بتاعنا مطابق للمواصفات الدولية كما ينبغي أن يكون وكما هو في التصميم. الجودة عندنا بتشمل أنشطة بدءا من استلام متطلبات العميل علشان أضمن أن متطلبات العميل وصلت بصورة دقيقة وواضحة للمصمم، والمصمم بياخد المتطلبات دي يحققها يطبقها كتصميم، والتصميم يدخل حيز الانتاج. الجودة بتراجع وبتراقب كل الأنشطة دي بدءا من نوع مشتريات المواد الخام، بعد كده الدخول والتخزين، بعد أثناء كل الخطوات دي لازم يكون في تفتيش. بعد استلام المواد الخام أنا لازم إزاي هنتج كل جزء وإزاي هنتج كل مجمع فرعي والتجميع النهائي للمجمع والتفتيشات المرحلية والاختبارات النهائية اللي بتضمن أن المنتج بيؤدي الوظيفة اللي هو مصمم ليها. حضرتك كإدارة جودة بتتابعي كل حاجة حتى بعد البيع، يعني بعد ما المنتج يطلع من الشركة برضو بتتابعوه كإدارة جودة؟ طبعا بالضبط. تمام. إحنا عندنا نوعين من التعامل مع المنتج بعد خدمة البيع، وهو فترة الضمان أنا بتابعه وبعمل مراجعة دورية ومرور دوري على المنتج بتاعي وعلى العملاء بتاعي عشان أقيس رضا العميل، وكمان أقيس الشكاوي لو في شكاوي. ونوع آخر من المعاملة أثناء بعد خارج فترة الضمان، لما بتخلص فترة الضمان بتاع المنتج بتاعي بيتعمل معايا عقود صيانة برضو بتابع معاهم. مهندسة مشاعل عبد الله مدير إدارة التخطيط بالشركة العربية البريطانية التابع لها العربية التصنيع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، اللي شفناه النهاردة في خلال جولتنا داخل هاي العربية للتصنيع بيدعو بالفخر. الحقيقة الواحد فخور انه موجود في صرح صناعي كبير ومهم داخل مصر. هذا الصرح بيعمل على توجيهات القيادة السياسية بتعميق وتوطين التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر. نفضل دايما في استوديو الشارع، شعارنا مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري.